أمام بناتي مولاي ليس في نيتي عرقلة سير أو أحداث فوضى أو تسبب في أي فعل من شأني. الحق تبقى لي سوى أن أقدم على هذا الفعل الذي هو التعريض لموكبكم من أجل تسليمكم رسالة من أجل إيجاد لي سكن اجتماعي. السلام عليكم، أنا الحسن السهلي، ساكن في دوار بالمكي الغربية. مشيت نقلب على خدمة واحد النهار، هو يبان لي الموكب ديال الملك، عرقلت الموكب ديال الملك، بان لي عرقلت الموكب ديال الملك، دخلت للحبس، جلست في الحبس مدة ديال عامين. خرجت من الحبس لقيت الابواب كلها مسدوده عليا، الباب اللي مشيت ندقو ما كان لقيت شي خدمه. ودابا انا كنناشد محمد السادس ملك الفقراء باش يشوف من حالي ويستعطف عليا، حيت انا راه ما كانتش النيه ديالي باش نمشي نعرقل الموكب ولا ندير شي حاجه. انا بان لي الملك بغيت نمشي نطلبو، ما كانت النيه ديالي انا حسنه، ما كنتش ناوي باش نعرقل ولا نخلى فوضى ولا ندير شي حاجه. ودابا انا كنطلب منو الاستعطاف يشوف من حالي ومن حال واحد خمسه د البنيتات خليتهم من مورايا وضاعوا، لقيتهم ضاعوا للتشرد اللي كانت كتقرا كلهم ضاعوا. دابا ملي خرجت من الحبس لقيت الاحصاء داز وكيقول لك غتخلص 10 د المليون. انا مني غنجيب هاد 10 د المليون وانا ما خدامش، ما عنديش منها حتى درهم، ما عنديش، منين غنخلص؟ واش غنوكل ولادي ولا غنخلص 10 د المليون؟ راه ما عندي باش غنخلص انايا، راه ما عنديش. انا كنطلب من جلالة الملك شوف من حالي، هو اللي غيشوف فيا من غير الله. دقيت جمع البيبان كاملين، كلشي كيقول لي صافي اخويا انت دوزتي الحبس، انت دوزتي الحبس ما غتخدمش. دابا حتى باش غندير شي حاجه شي بيعه وشريه ما كاينش، باش غندير؟ ما عنديش راس المال باش غادي نعمر ولا شي حاجه. دابا راه ملي خرجت انا من الحبس ضربت قاديت في الحبس مده عامين، ودابا انا كنقول لك 10 د المليون منين غنجيبها لهم؟ ما عنديش انا منين غنجيب لهم 10 د المليون، انا راه غبيت واحد مضرور فيه، عاد نزيدهم انا 10 د المليون؟ انا ما عنديش. فاش خدام اسي؟ ما خدامش دابا اخويا، عييت ما نقلب. شنو الحرفه ديالك؟ الحرفه ديالي خباز. وملي خرجتي ما تليتيش خدمتي في؟ مليت ما خدمتش، عييت ما نقلب. وكيفاش كتعيش؟ اش غنقول لك، مقهور، كنت مقهور مقهور بزاف. يعني كيجوني اتصالات بزاف هاد الايامات كيقول لك راه سيدنا راه هدا لك بارطمان مفرشه ناضيه. ملي كان قال لك راه لنا البنات ديالك نهضر معاهم، عطيتهم البنات كيهضروا معاهم كيقولوا لهم راه حنا جبنا لكم الطابليطات واجيو لعندنا للدار راه فرشها لكم سيدنا غنصوركم باش غنصيفط التصويره للقصر. قال لي غتوجد 2 المليون باش غادي نحفظ لك الدار. انا ما عنديش، مشيت للعماله كنسول قلت لهم واش بصح سيدنا خرج لي دار؟ هدا لي قال لي لا راه ما كاينه ولا حتى شي حاجه. عاود النهار الاخر عاود ثاني عيط عليا واحد السيد قال لي سيدنا راه هدا الكريمه الحلاوه دور معايا ب 24000 ريال باش غنقول لك انت مشيت تاخذ الكريمه. انا مشيت ما خليت فين سولت، قال لي ما كان عندك حتى شي حاجه، الا غيعطيك سيدنا راه غيخرجوا عندك الجوندارم يسولوا فيك. هادشي اللي كاين اخويا. وما جا عندك حتى شي واحد؟ ما جا عندك حتى شي واحد، لا جوندارم لا بوليس لا العماله لا والو، حتى واحد مسدعاني. وشنو الرساله ديالك اللي بغيتي توجه؟ لان الرساله كنوجهها لصاحب الجلاله، كنقول له شوف من حالي حيت دوزت عامين ديال الحبس وما كانتش النيه ديالي باش نخلق فوضى ولا شي حاجه ولا شي حادث. وانا كنطلب منهم يسمحوا لي لكلش الناس، البوليس جوندارم اللي كان تما، كنطلب منه انا السماحه حيت انا خلقت فوضى ديال العرقله ديال الموكب قدام البرلمان، وكنطلب منهم يسمحوا لي حيت خديت الجزاء ديالي، خديت عامين ديال الحبس.